السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس، كلشي مزيان، كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مبروك العواشر، الله يدخل علينا وعليكم ويعطيكم بركه وصحه ولهنا وطول العمر، واش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. غادي نقدم لكم السلطه ديال الرز ان شاء الله يا ربي. يلا غادي نمشيو دابا مع المقادير. غادي نديرو 125 غرام ديال الرز مسلوق، غادي نديرو 5 معالق ديال المايونيز، غادي نديرو الجبانة مسلوقة، غادي نديرو البطاطا حتى هي كذلك مسلوقة، جوج بطاطا مسلوقين، جوج خيزوات حتى هما مسلوقين، سميتو لبشن، علبة ديال الذرة، غنديرو الخيار، وحدة كبيرة ديال الخيار، شوية الملحة، شوية الزيت، الثوم، الزيتون، القشور ديال المطيشة، سميتو الوركة ديال المعدنوس للتزيين. يلا غادي نبداو على بركة الله. غندير الرز، نزيد ليه شوية الملحة، إذا درت عليه تفل نبقى تسلق، مني درنا غير شوية غنزيدو شوية، غندير المايونيز، ثلاثة د المعالق ديال المايونيز، ثلاثة د العواشق ديال المايونيز، غنزيدو جوج معالق ديال الذرة ديال البشنة، نزيدو الثوم، ما ديريش الزيت، الثوم بوحدو ما ديريش الزيت، كل مزيان غادي ناخد طبسيل اخر، غندير فيه الخيزو مسلوق ومحكوك الحكاكة، غندير البطاطا كذلك مسلوقة حتى هي بنفس الجزر نفس كي داير الخيزو، غنديرو البطاطا، غنديرو الجلبانة مسلوقة كذلك، نديرو شوية الملح، ندير شويه الزيت، جوج معالق ديال الزيت، غنشدو المول، غنديرو فيه الرز، غنديرو الرز في المول، غنكرازيوه مزيان بحال هكا، غنجيب عليه الخضرة اللي قلنا اللي سلقناها وصوبناها،
نخلوها في الثلاجه نص ساعه حتى تبرد مزيان، من بعد غنخوها في الطبسيل ونوقع. من بعد غنديروا الخيار، نسوقوا بالخيار فوق شويه. بعد كديري شويه الخيزو مسلوق حتى كيبقى كديريه في الجناب للتزيين الماكو، كتشدي مايونيز كديرها فوقو بحال هكايا بالمعلقه، كتشدي القشره ديال الطماطم كديريها على شكل، من بعد كتزوقي بالمعدنوس بحال ما هكايا، كتاخدي الزيت وديري فيها شويه ديال الملحه وديري فيها شويه ديال الخل، تضربيها شويه مزيان بحال ما هكا. من بعد تاخديها كديريها على هاد الخيار، حنا الخيار ما درناش ليه حتى ما درنا ليه حتى اي حاجه، ولا هاد الخيزو اللي درنا من الجناب ديري ليهم شويه صلصه بحال ما هكا. ايوا بالصحه والراحه، وتقدميه للضياف ولا للمالين الدار ولا اي واحد بالصحه والراحه، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وكنتمنى تدعموني وتشاركوا معايا، الله يجازيكم بخير. ايوا ان شاء الله نعطيكم الجديد في الجديد ان شاء الله يا ربي، والله يدخل علينا وعليكم هذا المبارك بالهنا والصحه والسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي، ويدعموني صحاب الخارج صحاب كل بلاصه ان شاء الله يا ربي، ونعطيكم بزاف مازال ان شاء الله.